انتي لسه بتحبيه. انا مش مجبره ارد على الاسئله دي اصلا. انا هرد لك عليها. انتي حبيتي تعرفي مؤنس عايش ازاي، وحبيتي تعرفي مين الست اللي اختارها خصوصا من بعدك. انا صح ولا غلط؟ وفرضي ايه الغلط اللي انا عملته؟ خربت بيتها، خطفت جوزها، ايه الغلطه اللي انا عملتها؟ لا غلطانه، عشان نسيتي ان هو زوج واب، ولولا ان الست دي عاقله جدا كان زمان اتخرب بيتها. والله وانت بقى بقيتي صاحبه الست العاقله جدا دلوقتي، عملت رباطيه عليا خلاص، بقيتوا جابها. رباطيه ايه؟ انت مجنونه. مجنونه دي ما تقوليهاش تاني، وصحوبيتك ليها دي ما تبقاش على حسابي انا، انت فاهمه ولا لا؟ وتاني مره لما تتكلمي معايا تلزمي حدودك. الكلام ده ليا انا؟ ايوه الكلام ده ليكي انت. يا فاتن استني بقى، لما نتخانق مع بعض ما تسيبنيش وتمشي، عشان احنا ملناش غير بعض يا فاتن. وانت بقى مخك زنخ زياده عن اللزوم بقى. وانا ما كنتش ماشيه، كنت هاخد لفه بالعربيه وارجع تاني. انا غصب عني، انا اسفه، حقك عليا. بس انت مش فاهماني. والله العظيم انا لما رحت ابلغ عم منصور ما كنتش اعرف ان مؤنس هو الضابط المختص. انا شفته بالصدفه بس قعدني طبعا ورغينا كتير، وعرفت ان هو متجوز واحده صحفيه. كنت هموت هموت، عاوزه اشوفها، عاوزه اعرف هو جوزها ليه، يعني اصغر مني ولا يمكن عشان احب مني غصب عني. بس والله يا فاتن انا ما خططتش لانه انا اصاحبها، انا خططت لمعرفتها. اه كنت عاوزه اشوفها، بس الصحوبيه لا، انا مش ممثله. بس لما شفتها لقيتها صاحبه مبادئ، وموضوع سيد الشربيني ده كمان خليني احس انها بني ادم عندها قيم وطيبه، وصاحبنا كده احنا الثلاثه زي ما انتي شفتي. انا مش خربت بيوت. هو انتي مش عارفاني كويس؟ انتي عارفاني ولا لا؟ انا عارفاكي اكتر من نفسي، ما انتيش خربت بيوت. انا تعبانه، وبعدين انا بحب بنتها قوي، لما بشوف رنا بحس ان انا ام خلفت بجد. افتكر هي ممكن توافق تخليني اشوف بنتها ولا خلاص هتتخض مني؟ مش كده؟ توافق بقى ولا ما توافقش مش مهم، انت ما تحمليش نفسك اكتر من طاقتها، كفايه اللي انت فيه. الو، ايوه يا مشير. يا بنتي لا، اصل انا لسه شايفه المس كولز بتاعتك دلوقتي. لا يا بنتي كنت عاملاها على الفايبريشن. ايوه شفتي صورها في كل الجرايد والمجلات ازاي؟ عشان تعرفي بس ان ماما دي ست عظيمه وملهاش زي. الاكسسوارات؟ اه طبعا. اه فهمت، هاخدهم معايا وانا نازله العربيه، وانا رايحه معاكي الدرس هلبسهم، وقبل ما ارجع هقلعهم. خلاص يا ابليس. من امتى بتقفلي الباب عليكي؟ يا ماما اصل انا كنت نايمه. ومن امتى بتقفلي باب وانت نايمه؟ قاسي التيار؟ اه يا ماما. لا نسيت. نسيتي لسه مش عاجبك ولا مسترخصاه؟ لا ابدا يا ماما، والله ده انا كنت ناويه حتى البسه النهارده وانا رايحه الدرس اهو. والله ده انا يا دوب، ده انا دلوقتي زمان مشيره جايه تاخدني هي ومامتها وهيودوني. لا تكلمي مشيره وتقولي لها ما تجيش تاخدك، عشان من هنا ورايح انا اللي هوصلك. مشيره اللي انت طالعه لي فيها انت كمان. أه.
الو. ايوه يا ماما. ايه مالك، في ايه؟ امتى ده حصل؟ طيب حاضر حاضر، انا جايه لك. بس من فضلك يا ماما اتصلي بالدكتور وخدي منه ميعاد عشان ما نتاخرش. انت عارفه ان انا قاعده لوحدي. حاضر يا ماما، انا جايه لك على طول. مع السلامه. ماما انا عايزك تعملي لي اومليت. ارحموني بقى يرحمكم ربنا، انا مش عارفه بقى الاقيها منين ولا منين، انا مش ملحقه على حاجه خالص. ده لو كان جبل كانت هد. وابوك قاعد متهنن عند الست امه وحاطط ايده في ميه بارده وعايزني انا لا اروح اتاسف له، لكن نجوم السماء اقرب له وهنشوف يا انا يا هو. اسمع اسمع بقى، انا مش ناقصاك. انا بقول لك ايه، انا نازله واخده ماما الدكتور وانت خش اوضتك تنام، سامعني؟ خديني يا ماما معاك، انا بخاف لما بقعد لوحدي. اسمع بقى، انت هتخش نجر اوضتك، يلا مش ناقصه ده. يا ربي يا ربي، مش معقول. خلاص انا برج من نافوخي هيطير من المرسال اللي انا فيه. منك لله، ربنا ينتقم منك زي ما خربتي بيتي. انا مش عارفه ازاي فاتن قدرت تمثل على اسمه سيد الشربيني ده وتوقعه. هي ايه، مش خايفه على نفسها؟ اصل الجايزه كانت مغريه قوي. جايزه الشو اللي اتعمل لها وصورها اللي نزلت في المجلات والجرايد طبعا خلاها بقت نجمه. ما انت عارفه انها بتحسبها كويس، وفاتن بتحب تبقى هي اللي دايما اللي في الصوره. ولا انت نسيتي اللي عملته مع والدك لما خليته يرفض يقابلنا واحنا رايحين نزوره ونطمن عليه، قام عمل نفسه نايم. على فكره يا بابا، انا زعلت من جده لما عمل كده ومش هكلمه تاني. عندك حق يا حبيبي، قول لامك. فاتن ملهاش ذنب يا كمال. انت لسه برضه هتدافعي عنها؟ قول يا طارق السيمون في ميدا هيعجبك قوي. الو. ايوه يا مراد. ايه المركب الالماني وصلت المينا؟ حلو عظيم عال. بس بقول لك ايه، اوعى تعمل زي المره اللي فاتت وتخلي المركب تقعد اسبوع قبل ما تنزل البضاعه وندفع عليها فلوس قد كده. بكره الصبح تفكرني نروح نفتح اعتماد الشركة الألماني بعشرة مليون مارك. أوكي؟ مع السلامة. أنا مش قلت لك إن الشركة الألماني دي هتبقى فتحة خير علينا؟ هنبقى مش ملاحقين على الشغل. أنت ما بتاكليش ليه؟ ماليش نفس. جرب يا طارق السمك القاروص ده، ده بيعمله مخصوص على الطريقة اليوناني، هيعجبك قوي. حلو قوي يا بابا. عملت لي ايه في الارض اللي اتفقت معاك انك تشتريها لي؟ هو انا ما قلتلكيش انا رايح بكره امضي العقد؟ تمضي العقد؟ انت مش قلت انك هتجيبها لي باسمي؟ ايوه حبيبتي، بس ما رضيتش اتعبت بالاجراءات الروتينيه والمشاكل الكتير وتروح وتيجي. بس اول ما استلم الارض وتتخصص لنا هسجلها باسمك على طول. ايه رايك في البربوني ده يا طارق؟ حلو قوي يا بابا. معقولة يا بابا طبخت ده كله؟ انت نسيتي ايام زمان ولا ايه؟ انا طباخ بريمو، طبيخ لا يعلى عليه، وان شاء الله هتاكلوا صوابعكم وراه. ما هي الريحة باينة يا جد. بس انت تعبت نفسك قوي يا بابا. بتصعبي عليا يا حبيبتي، بتيجي من الشغل تعبانة تدخلي على المطبخ، والنهاردة تعبتي قوي، رحت مع تامر النادي حضرت التمرين، وبعدين وصلت فرح الدرس ورجعتيها، قلت اعمل حاجة اطبخ انا بقى المره دي. بس ما تعملهاش كتير، اوعى يكون اكلي مش هيعجبكم. يا نهار اسود، حد يجرؤ يقول الكلام ده؟ ده جميل. كل كل يا تامر، انت بتتمرن ومحتاج انك انت تتغذى. انا باكل اهو يا جد، لازم نعمل ايدك يعني. بصراحة من حلاوة الأكل مش عارف أكل إيه ولا إيه. بصراحة كده يا جدو شكلنا يعني صعب إن احنا ناكل صوابعنا وراه شوية يعني. كل ما أنا باكل أهو. كل باكل. طيب إيه رأيك بقى في طبيخي؟ جنان ده حلو قوي قوي. حاجة ما حصلتش يا جدو ولا هتحصل تاني خالص. بالهنا والشفا، أهو كل يوم من ده إن شاء الله. بتضحكوا عليا.
ابدا يا جدة، اصل احنا افتكرنا نكتة. طب ما تقولها لي عشان اضحك معاكوا. هو الاكل عجبكم حلو ولا وحش؟ لا ده جميل. امال انا حاسس كده انه شايط ومحروق. واللحمه يعني كده بتتشد شويه ونيه؟ ولا الصلصه يا جدو؟ اول مره اشوف صلصه لونها اسود مزهزه. كوني وانتي ساكته. حاضر. انا شم ريحه شياط. الصينيه البطاطس شياطه جامد بالشكل ده؟ لا يا بابا ده بره الشقه. ربنا يستر يا رب. ده خبر اسود، دخان في شقه زيت. ده يكونوا سايبين الولد لوحده زي عوايدهم. تكون الشقه بتتحرق والولد جواها. انا هتصل بالمطافي. لا لا ما تتصلش حاجه، تعالى معايا. بتعملي ايه يا بنتي؟ في مسؤوليه عليكي. هسيب الواد يتخلق جوه؟ اكتر معايا. ايه ايه في ايه؟ شقة الأستاذ ممدوح يا أخي، الراجل ده مش ساعد فسيكي في العمارة، هو والست بتاعته، وأنا متشامل. طمني يا دكتور، جمال عامل إيه دلوقتي؟ اطمني، إحنا ركبنا له جهاز تنفس صناعي وحالته ابتدت تستجيب، وإن شاء الله الحالة تتحسن تدريجيا. الحمد لله. دكتور ابني، دكتور جراله إيه؟ اطمني، ابنك حالته أحسن من الأول بكتير جدا. دي عاملة تعملوها يا مدام زيزي، أنتوا كنتوا هتحرقوا العمارة. أنت تشكري مدام فاتن. لولا جرأتها وشجاعتها ووصول ابنك للمستشفى في الوقت المناسب، الله اعلم كان هيجرى له ايه. انسانه غمرت بحياتها عشان تنقذ ابنك، شجاعه وقلبها ميت زي حالاتي. الو، ايوه ايوه انا رياض. مين؟ انا المعجبه بفن حضرتك، انت بتلعب على البيانو هايل. انا متشكر جدا. انا كمان بلعب على البيانو. ايه ده بجد؟ طب ما قلتليش بقى حضرتك مين. مش مهم اسمي، بس انت ممكن تختار لي الاسم اللي تحبه. اسم روز ينفع؟ يبقى كويس. اشمعنى يعني روز؟ يعني الحكايه مش محتاجه فراسه. يعني مش حضرتك اللي اديتيني الورده الحمراء النهارده في المطعم؟ ده انت مش فنان وبس، انت كمان عندك فراسه وقدره على الاستنتاج. انا قلت لك الحكايه مش محتاجه لا فراسه ولا حاجه. النهارده في المطعم قالوا لي ان انت طلبت رقم الموبايل بتاعي عشان عندك حفله وعايزاني اعزف لك فيها. لا لا مش حفله ولا حاجه، انا بس كنت عاوز اقول لحضرتك اني معجبه بفنك بس. طب ليه انت ما كلمتنيش في المطعم؟ اصلا ما بعرفش اتكلم. لا مش ما بعرفش اتكلم، يعني انا فضلت انه اول تعارف بينا يبقى على التليفون منعا لاي حرج. يعني انت عارفه ان صوتك رقيق في التليفون؟ يا ترى بقى عزفك كمان رقيق بالشكل ده؟ اسمعك حاجه؟ يا ريت، احب طبعا. طب خليك معايا. اوعى تندم، خليك معايا ثانية واحدة. ايه
كفايه بقى كده النهارده. ايه رايك بقى؟ الو استاذ رياض، ايه راي حضرتك؟ الو الو يا استاذ. بجد هتطلعي في التلفزيون؟ لا انا ما كنتش عايزه اطلع خالص، بس نجلاء هي اللي اقنعتني. تعرفي ليه؟ قالت لي زي ما بنحط نماذج سيئه لازم يكون في قدوه كويسه. طب ونجلاء مالها ومال التلفزيون؟ ما هي المذيعه صاحبتها قوي. اه نسيت اقول لك، في مدير جديد اتعين قال لي ان هو عايز يشوفك، قلت له انك انت واخده اجازه، قال لي لما ترجع من الاجازه لازم اشوفها. مخلص القهوه بروح له. صباح الخير. اهلا. صباح النور. المهندس ماهر بدل المهندس مندور. اهلا وسهلا. اهلا بيك. المهندسه وصال. اهلا. اكلم جمال طمن عليه. الو ايوه من فضلك، حجره 312. ابني زيزي ربنا يطمنها عليه. الحمد لله على سلامه جمال. الله يسلمك يا مدام فاتن. الحقيقه بقى احنا مش عارفين نشكرك ازاي، ده انت خاطرتي بحياتك علشان تنقذي حياتي بمنى. الحمد لله، قدر ولطف. جمال زي تامر بالظبط. تفتكر لو حد من ولادي في الموقف ده كنت هسيبه؟ مدام فاتن ممكن نتكلم لوحدنا شويه؟ تحت امرك. مش تبارك لتامر خد الحزام الاخضر النهارده في الكاراتيه؟ والله الف مبروك يا تامر. الله يبارك في حضرتك يا عم، وان شاء الله كده قدام هاخد الحزام الاسود علشان اقدر احمي مامتي واختي. انا برجوكي انك تسامحيني على كل كلمه قلتها او اي ظن وحش انا ظنيته فيكي. ما حصلش حاجه، انا جميل ده انا عمري ما هنساه، ومهما عملت انا عمري ما هعرف ارد لك المعروف ده. احنا لبعض، وما تنسيش ان احنا جيران. انا عايزاكي من النهارده تعتبريني اختك، وبيتي هو بيتك، وبيتك هو بيتي، وابني هو ابنك، وولادك هم ولادي. دي مش عايزه كلام ولا مناقشه، بس قبل ما ننسى اللي فات عندي سؤال واحد بس عايزه اساله لك. اي سؤال؟ يا ترى انت شفتي مني حاجه خليتك تفكري فيا كده؟ شفتيني قلت لجوزك كلمه كده ولا كده؟ بصراحه لا، انا عمري ما سمعت ولا شفت حاجه منك غلط. طب امال ايه بس؟ كان غصب عني يعني. انت ست حلوه وصغيره ووحدانيه، ودايما اسمع ان الست الوحدانيه لو كانت مطلقه او ارمله بتدور على راجل علشان تتجوزه، ومش مهم بقى اذا كان الراجل ده متجوز او عنده اولاد، وما يهمهاش اذا كانت تخرب البيت ده ولا لا. لا ده مش صحيح، مش اي ست ومش كل ست ممكن تعمل كده. نعمين يا استاذ مرشدي، قالوا لي اسيب اللي في ايدي واجي لك على طول. اقعد هنا. انا اقعد هنا؟ انت فين يا بت؟ بقالك مده يعني محدش شافك. اجي اعمل ايه؟ اجي عشان اتهزق واتطرد ويتفرج عليا اللي يسوى واللي ما يسواش؟ معاش اللي هزقك يا نعنوعه. الله الله، وانا اصل المره اللي فاتت كان مزاجي وحش قوي وجات فيك انت. لسه زعلانه مني؟ هو برضه حد يشوف وشك ويزعل؟ وبعدين انا كفايه عليا انك بعتلي بنفسك عشان تقولي ما تزعليش. خد يا نعناع. بتوع ايه دول؟ دول بتوع اي حاجه، واذا عاوزتي فلوس تاني تعالي اطلبيها مني، ما تكسفيش. من يد من عدم. بس الكلام ده يبقى بيني وبينك. طبعا هي دي عايزه مفهوميه. حاتم البنات اللي بيشتغلوا في المصنع هنا بيحبوا اللت والعجن كتير، وانت عارف انا ما بحبش حد يجيب سيرتي. اه كل اللي سمعتي تعجبيني انا. انا اه على فكره البنت اللي اسمها جمالات اخبارها ايه؟
البت دي مش عارفه ايه اللي جرالها، زي ما تكون كده نفسها اتكسرت من حاجه. اه والله انت عارف الاول البت دي كانت تتخانق مع طوب الارض، كانت تمشي كده تقول يا شر شطر، دلوقتي قاعده مبلمه كده مش عارفه ايه اللي جرالها. تكونش زعلتها في حاجه؟ انا وانا هزعلها ليه؟ ايه اللي بيني وبينها عشان ازعلها؟ المهم انا عاوزك انت تبقي في حالك، مالكيش دعوه بيها خالص، لا تكلميها ولا اكلمك. خلاص انت تؤمر. يلا روحي على شغلك. تتمسى بالخير. سهروني الليل عيونك، وانت امتى تميل يا غالي. في الدرس كان كويس؟ تمام يا ماما. انا قلتلك يا ماما استاذ فتحي في الدرس بالذات بيبقى كويس جدا جدا، وبيخلينا نحل تمارين كمان على الدروس عشان يتاكد اننا فهمنا. يا اختي ما عملش كده ليه في المدرسه ووفر علينا؟ استاذ فتحي ده وصل رقبتك كمان، فاهمة؟ فاهمة؟ أنت جنيت يا واد؟ ما تشوف الهاني مراجعة الساعة كام؟ الساعة 1 الصبح. الله، ما قالت لك إنك كنت بتاخد الدرس. ده درس إيه ده إن شاء الله اللي يقعد أربع ساعات غير المشوار رايح جاي؟ يعني المدرس يبقى عايز يدينا حصص إضافي وكل البنات تقول آه وأنا أقول لأ عشان سلامة قاعد مستنيه في البيت؟ الوضع ده مش هيستمر تاني، فاهمة ولا لأ؟ ومن هنا ورايح، رجلي على رجلك في أي درس خصوصي هتروحيها توحى، يا كده مفيش دروس خالص، إن شاء الله حتى تسقط. سامعة يا ماما؟ سامعة بيقول إيه؟ عايزني أسقط. أيوة واد، أنت بتشغل عليها؟ مش كفايه انها بتعيد السنه؟ ما تساليها بتعيد السنه ليه؟ مش عشان صرمحتها السنه اللي فاتت طول النهار؟ مالكش دعوه باختك. اهلا مكان بابا هنا في غياب. شله يا سي بابا، ايه يا اخويا، ايه يا حبيبي، هو انت علشان يا اخويا طولت لي شويه هتعمل علينا راجل؟ ماشي يا ماما، يبقى راجل البيت هو اللي لازم يرجع. نعم يا اخويا. ما ديكي شايفه اللي بيحصل في غيابه. يكونش كان سبع البرومبه وانا ما كنتش عارفه. يا اخي جت وكسته وكسه مطرح ما راح. بقول لك ايه، حسك عينك تجيب لي سيرة ابوك هنا تاني، فاهم ولا لا؟ ولا تقول لاختك تلت التلاتة كام يا ماما؟ اللي بتعمليه ده غلط غلط. كراوة، انت هتعلمني الصح من الغلط؟ هو ابوك مسلطك عليا وعلى اختك ولا ايه؟ اسمع اما اقول لك، سيرة ابوك بقى ما تجيبهاش تاني هنا في البيت، واذا ما كانش عاجبك يا حبيبي اتفضل روح بقى عيش معاه والباب يفوت جامد كده يا ماما.
ايوه كده وستين كده كمان، ومن بكره بقى تجيب لي حسابات المصنع على داير ملين، اللي خارج واللي داخل. من يا حبيبي مش هبقى نايمه على وداني وسايبه لكم الجمل بمحامل. في مكتب محاسبه كويس قوي اعرفه هيمسك حسابات المصنع من هنا ورايح. اظن ده حق ماما، ماما شريكه في المصنع ده بالنص. طبعا يا حبيبي، ما انا بقى مش هسيبهولك لا ليك ولا لابوك. ما دام انت يا حبيبي بقى بتدافع عنه بالشكل ده، ممكن بقى توالس معاه وتطلعوني انا من المولد بلا حمص. ما انت ابن ابوك. بقى بتسلطي ماما عليا يا توحه؟ ماشي، بس اسمعيني بقى كويس، مهما كان اللي بتفكري فيه يا حبيبتي وبتخططي له، انا مش هسمح لك بتنفيذه. ومن بكره يا توحه رجلي على رجلك في اي مشوار هتخطيه بره البيت، يا كده يا مفيش خروج، مفهوم؟ انا خلاص رتبت الهدوم اللي جت من التنظيف في الدولاب، تأمري بحاجه تانيه؟ شكرا. مالك يا بنتي، لا بتاكلي ولا بتشربي ولا حتى بتكلمي حد، في ايه؟ طب حتى ردي على الموبايل شوفي مين. سبيرين. انا مش فاهمه ايه اللي حصل، مصمم انه يوصلني الدرس ويرجعني من الدرس، اعمل ايه مدحت؟ طب بص العربيه جت، انا هكلمك اول ما اروح. باي باي. نفسي من على أسوار ذلك البرج، أو أسير في دروب التشرد كالمجرمين، أو أعيش في أوقار الأفاعي، أو تناتشني الذئاب الجائعة في دروب هذا الكون، أو ضعني في مدافن الأموات فوق العظام النخرة والجماجم المكشرة، أوضعني في حجرة ملأة بالماء تحت كفن ميت. يا ساتر يا رب. إيه يا بنتي، إيه الكلام ده؟ إيه هي المسرحية كده وبعدين دور جولييت كده؟ آه لا، لو دور جولييت كده يبقى عن إذنك يا بنتي. أنت إيه اللي جابك المدرسة؟ صراحة أنا لما جيت لك امبارح بالليل ولقيتك راجع من الدرس مع طنط فاتن، قلت اجيلك النهارده المدرسه احسن عشان اديك الفلوس. دول 80,000 جنيه يا فرح، ما تعرفيش انا جبتهم ازاي. بكده يبقى كل الفلوس اللي والدك الله يرحمه سابهم لبابا ترجع لكم. انا بس كنت عايزك تعرفي ان مستحيل ااخر عليكي اي طلب، خصوصا لما يبقى اول طلب تطلبي مني. فرح انا بحبك، وكنت عاوز اقول لك كمان ان يعني لو امكن يعني بعد ملوش لزوم دلوقتي، بعدين يا سلامه، ماما زمانها جايه. لازم تتصلي بتوحة تقولي لها. صح. ايوه يا توحة، على فكرة في حاجة غريبة حصلت بعد ما مشيتي على طول، قلت اقولك عليها. الحقيقة يعني انتوا مديني المسألة اكتر من حجمها شوية. انا متصورة ان اي حد مكاني وفي موقفي لازم يعمل اللي انا عملته بالظبط، ملايين غيري لازم يعملوه.
مش مهندسة فاتن، تقدري توصف لنا علاقتك بأولادك ازاي وازاي بتتعاملي معاهم؟ الحقيقة بتعامل معاهم على الحب والصراحة، وكمان مش بعملهم كأم فقط، أنا صاحبتهم، ما بيخبوش عني حاجة وبيقولوا لي كل حاجة، وأنا كمان بحكي لهم كل حاجة. متهيألي دي الوصفة السحرية اللي أي أم لازم تاخدها مع أولادها أو تتبعها مع أولادها. باشمهندسة فاتن، حضرتك موظفة وزي ما أنا شايفة مسؤولة عن ابنة في الثانوية العامة وابن في سن المراهقة، ومهما كان دخلك بسيط لأنك موظفة، فبالتالي أكيد عندك مشاكل مالية، إزاي بتقدري تتغلبي على مشاكلك المالية؟ هو الحقيقة في حاجات كتير ولادي وأنا بيبقى نفسنا نجيبها، وفعلا يعني قدراتنا المالية ما بتحتملش ده، بنقدر بقى بالإرادة إن احنا نستغنى عنها. الحقيقة ده أسلوب جميل جدا يا باشمهندسة فاتن، وياريت ناس كتيرة قوي تتبعوا في أسلوبها في التعامل مع أولادها. الحقيقة الفضل الأول والأخير لبابا، هو اللي رباني على الطريقة دي، وأنا كمان فخورة جدا إني ربيت ولادي على القناعة والأمانة والصراحة. متهيألي التلات حاجات دولت يحموهم من أي أخطار أو أي إغراءات في الدنيا. إحنا في النهاية بنشكر حضرتك جدا، وكنت ضيفة عزيزة معانا في برنامجنا النهاردة. أشكرك يا فندم، ميرسي، ده فرصة سعيدة أوي. ايه يا بنتي في ايه؟ الموضوع المهم قوي، ما قدرتيش تستنى لغايه ما ارجع المصنع عشان تقولي لي عليه. انت رحت الفرح المدرسه النهارده بعد انا ما مشيت؟ ما تقدرش تنكر، في ناس شافوك وجم قالوا لي. وانا ايه اللي هيخليني انكر؟ وبعدين دي حاجه ما تزعلكيش، ومش من حقك حتى انك تسالي. لما تروح لها من ورايا وتديها شنطه في السر، يبقى لازم اسالك الشنطه دي كان فيها ايه؟ ده شيء ما يخصكيش، واقفلي عن الموضوع ده خالص. الشنطه دي كان فيها فلوس مش كده؟ بيتهيالي ندخل اوضتي ونتكلم فيها احسن وامن، مش كده برضو؟ ترى بقى الشنطه دي كان فيها كام؟ 10 ولا 20 ولا 100,000 جنيه بالتمام والكمال؟ الكلام الفارغ اللي انت بتقوليه ده، اصلا مش هستغرب لما تقولي ان باسم الحب اللي بتحبه للست فرح اديتها ال 100,000 جنيه كده على طول، اللي امها بتقول ان ابوك ضحك على ابوها فيهم. وفريد يا طوح، حقهم كان لازم يرجع لهم. كان كسر حقهم، انت حاجه انت اللي فرح عملته فينا ولا ايه؟ كان نوع من انواع الدفاع عن النفس، واعتقد انه مشروع وحقها. للدرجه دي بتحبها وبتدافع عنها؟ بقول لك ايه يا توحه، ما تخلطيش المواضيع ببعض، وما تنسيش ان ابوكي بنفسه اعترف انه اخذ الفلوس دي من عمي سالم الله يرحمه، يعني الفلوس دي كانت لازم ترجع لاصحابها. ويا ترى ده كان هيكون راي ماما لما تعرف الموضوع من طقطق اللي سلامه عليكم؟ ماما ما تخافش، ما انا لو كنت عايزه اقول لها كنت قلت لها، وكان زمان حسابك معاها هي، وخصوصا بقى ان الموضوع متعلق بالست فاتن. انت عايزه ايه بالظبط يا توحه؟ تعجبني كده ممكن نتفاهم. ها سامعك، اتكلمي. قدامك حل من الاثنين، اولا انك تاخد الفلوس بايديك وتوديها المصنع، ولا من شيف ولا من ديري، بس بعد ما اخد مكافئتي. نعم، مكافئتك 10%، مش هو اللي بيلاقوا فلوس ضايعه ويرجعوها لاصحابها بياخدوا عليها مكافاه 10%؟ بس مش كده وبس، ده انت تشيلني من دماغك خالص، ولا رحتي فين يا توحه وجيتي منين يا توحه وتاخرتي ليه يا توحه؟ والحل التاني انك تقولي لماما، مش كده؟ جبت المفيد، فكر كويس وقدامك لحد بكره عشان تحسبها كده. ما افتكرش اني هستنى لبكره عشان تعرفي ردي. ماما ماما يا ماما. ايوه يا سلام. ماما ايه يا سلام اللي جابك بدري كده من المصنع؟ هي دي التوصيه اللي انا موصيك عليها؟ في موضوع مهم عايزك تعرفيه، وتعرفيه مني احسن ما تعرفيه من غيري. موضوع ايه ده؟ انا خلاص ما عدتش قادرة استحمل اكتر من كده، مش قادرة اخبي على ماما اكتر من كده يا مشير. ده انا بخاف حتى عيني تيجي في عينها، احسن تقرا اللي انا مخبيها فيهم. هي لو مامتك عرفت بحكاية الفلوس هتعمل ايه؟ دي كانت تبقى مصيبة يا مشير. ماما لو عرفت حاجة زي دي مش ممكن تغفرها لي ابدا. انت اصلك ما تعرفيش ماما يا مشير. عارفاها كويس، وعشان كده بقولك بلاش تجيبي لها سيرة، هتجيبي لنفسك مشاكل وجع دماغ. طب والفلوس؟ خليها معاكي دلوقتي، ما تعرفيش اي حد بيهم لحد ما يبقى عندك 21 سنة، ساعتها تفتحي لنفسك حساب في البنك وتحطي الفلوس هناك باسمك، ولما تحتاجي منهم اصرفي، ولما يجي وقت بقولي لمامتك. ايه اللي انت بتقوليه ده؟ مش يا بنات، بصي هو انا هسيب لك مذكره الكيمياء هتلاقي فيها الفصل الخامس كله، ولما تعوزي حاجه انا هبقى اشرحها لك. عن اذنك يا بنت. انتي مش هتشربي شاي؟ لا، اصل انا ما قلتش لماما ان انا هتاخر النهارده. عن اذنكم. اتفضلي.
من امتى بقى مشيرة بتيجي تذاكر عندك هنا في البيت؟ اصل انا في فصل في الكيمياء مش فاهماه، ومشيرة بتاخد درس في الكيمياء، فقالت لي انا هاجي اجيب لك الورق بتاع الدرس واشرحه لك منه. مشيرة اللي هتشرح لك الدرس، وانتي نمرك اعلى من مشيرة 200 مرة. ده ايه يا اختي، الدنيا اتقلبت ولا ايه؟ يا تامر، مش كفايه تدريبات في النادي في البيت كمان؟ انا اصل يا ماما عندي ماتش مهم اول الاسبوع الجاي، نهائيات تصفيات المناطق، وبعدين اصل لقيت جده نايم جوه، فقلت ما بلاش بقى صحيه من النوم، يعني انا كده كده هتدرب شويه وخلاص. يعني يا سلام، انت شايف ان الكاراتيه هو واخد كل وقتك والمذاكره مفيش؟ يا ماما العقل السليم في الجسم السليم، وبعدين انا بذاكر كويس، مش عايزك تخافي عليا، وان شاء الله انت مش ليكي يا ماما عندي ان انا اجيب مجموع حلو اخر السنه. خلاص انا هجيب لك مجموع حلو. طيب والكمبيوتر اللي خلتني ادفع فيه دم قلبي، ما شفتكش قاعد قدامه غير مرتين ثلاثه. بس يا ماما بصراحه انا ما حبيتهوش، وبعدين كمان ما عنديش وقت ليه. بس يا ماما لو تعرفي اي حد عايز يشتري كمبيوتر يخلص منه خلاص. لا مش هخلص منه، هتحتاجه في يوم من الايام. اشتري كمبيوتر، ما تشتريش كمبيوتر. ايه النيله دي؟ يا نهار ابوك اسود وما طلعلوش الشمس. يا ماما انا مش عايز صغير عشان تعملي معايا كده. وانت لسه شفت حاجه؟ جرايه يا واد. هو انت يا اخويا عشان ما كبرت وعامل لي راجل تاخد الفلوس وتبعزقها يمين وشمال؟ طب بعزق من فلوسك، بلاش فلوس امك يا روح امك. اخ يا ني، انت بتطلع لمين يا واد؟ انت طالع له، ما هو المحروس ابوك كان عاوز يتجوز ست الحسن والجمال، وكان مأكلني الاوانطة، وانت عاوز تتجوز بنتها وملبسني العمه، وانا عامله زي الاطرش في الزفه. ويا ترى بقى بابا كان عارف انك اديت للست فرح الفلوس دي كلها؟ بقولك اكيد هما الاتنين متوالسين مع بعض زي اسم النبي حرص وصيم وسلامه، لما كبش بالالفات كده واداها يا حبيبتي لحبيبتي القلب، نخربوه راح كابش وتدمها، ما هو مال سايب مالو صاحب، وانا نايمه على وداني، انا الحق عليا اللي ما كنتش بروح المصنع. اخي واد انت تعالى هنا قولي، هي اللي ما تتسمى فاتن دي عامله لكم ايه؟ عامله لكم سحر انتوا الاثنين؟ يا ماما مش ممكن، ما كفايه بقى. انا مش امك ولا اعرفك بقى، انا اامنك على مالي واقول لك احرس الفلوس من ابوك، تقوم انت اللي تعمل كده؟ ما هم سلموا القط مفتاح القرار. فلوسي لازم ترجع على دار البرلين، وال100 الف جنيه اللي انت خدتهم في الدره كده زي الحراميه هتجيبهم تاني. يجيبهم لك ازاي يا ماما؟ ده هو اللي راح بايده وادهم لها في ايديها، ومش بعيد كمان يكون اتحايل عليها عشان تاخدهم منه. بقولك ده كان حقهم ولازم يرجع له. حق؟ حق مين يا ابو حق؟ ده كسر حقك يا ماما، ارجوك كفايه تهزيق بقى. وانت لسه شفت حاجه بقى؟ انت زعلان عشان انا بهزقك؟ طب ايه رايك بقى لو ما رجعتليش الفلوس انا هحبسك. حبسيني؟ حقي مالي فلوسي وانت سرقتها تبقى تستاهل الحبس ولا لا؟ ماشي يا ماما، لو الفلوس اهم عندك مني يبقى احبسيني، بس مفيش مليم من الفلوس اللي انا اديتها لولاد عمي سالم هيرجع. اخرس وفلوسي هترجع، وان ما رجعتهاش انا بقى هوري لك النجوم في عز الدور وهطفحك الكوك. تعال هنا، رايح فين؟ تلاقي رايح لحبيبتي القلب. هيروح فين يعني؟ في 60 داهية، بس فلوسي تطلع ان شاء الله حتى تكون بالحكومة. الحكومة ولا النيابة هتعرف تجيب لك حاجة؟ يعني هو كان في اثبات يقول ان هو اداهم الفلوس؟ ساعة الجد يقولوا ما خدناش حاجة. يبقى انا لازم اروح لها، هروح للي ما تتسمى دي واجيبها من شعرها، ومش حسابها الا لما تديني فلوسي. مش بعيد تكون هي اللي عاملة حسابها وهي اللي موضبة لك البوليس، واللي ما عرفتش تعمله المرة اللي فاتت تعمله المرة دي، وتطلع انت اللي غلطانة. يعني ايه؟ فلوسي راحت عليا؟ لا اوعي تقولي كده، فلوسك محدش غيري انا هيجيبها لك.